شعب دحي كسوة دو تلفزيون كسي بي اي مركز حيقنا كلان كان قابن قابسين مدى الصوماليات سوية ارتان محي كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ساكا او جمعاء لباتنك بيشا طبنات لباكن يا لباتن يصدح سو إيمانشها سو إيمادين ضد كون المجال ده مغضي شقار كم بدأ بيرت بنادر وحي جواب أطهي حد جذب كحوق جله كسر على المجال ده غزة ضد كسر فلسطين الوجو ما ضايو وعررتوا دي هؤلاء كودي لبك وين وجاري أيها سعطاء مركز تاسع درين عن موجينه ون الدعائنه أيان ضد كمان تسويرنا إنك سوق يبقالان كلن كان سو إيمادين كان محيط هاي فرينت ودري لمن مدى الصومالية دي مسلمين تقوده هم بقى وحود رأي ما أنت ماشى أي مرة يسوع ومال مسلم كإنه مدوبة أي تهي محايا لعدو جودي أي أم مدوبي مركب واحد دقن ما أه أيق أو العنا يو أو كل بام مال وجود دولة يو ولا بابين يو وعندنا على قرصين ينين سدى يعني ظلم على سوق كالمين يو قف كستوى مسلمة كارهان ومدى الصومالية يعني أرنت على سيادة دعاء يجرب استاج أي أم وجان شعب غير فلسطين وولد يجرب استاج نانجرين قضية غير فلسطين أي تهي قضية أي أمد الصومالية تكون مدى سنتهاي ملك استوى جوجان ندرين كذا وسكوميت وكون قضي مركب وحال ربع انسداس يعني لا موجيو هدي ما أنت اللي هي إسرائيل أيان جرب تاجن هاي دولتي هو جوا وينا ضد كمسلم كأنا أيان بحال جد بنين عكلا هنا أيان دهان فلسطين أيان جرب تاجن هاي مركب تاس أي رسالة ما أنت دريسا هي هذا قرمد مدوبة مركي أوكرانيا لو هي وحيكون المامتة إن حسوق وجس روشكا لبعض ذلك بعد قدم بس سبيتالكا ضدك مسلمين تاعها داوعنا كمانك جاري مدافع اليهود كوريدي إلا هذا كما إنسان محيك دجنتها محيك دجنتها هي شعب مسلم مركي أرنتها خصيصه والسكدة جمريا وحبل جمس وقاضه وحكينا نبحيتها هي ضدك ما يشرب لبك كوهاية oo aaminsan dadkaas ay leenayaan inayna xataa darajada bin aadamka aysan kamid ahayn oo waxa uu yaqaanaa inayna xayawaanad marka waxay kala tahayba xayawaanad ay boofinayaan oo ay leenayaan bin aadam inaysa u galeen balama aha maxay quraanka ayna u tilmaamay yahuudu inay u yaqaanaan dadka muslimiinta ah laysa aleena fil ummiyina sabilun wa yaquluna ala allahi alkadhib yaani wax wada ah oo nalagu xisaabtamo ama aan wax ka soo qaadno nagulmale arintaas oo wax haystaan ba inay ilaahay ugu dhawaanayaan ilaahay inuu yuribeen ayay sheegayaan marka waa arin runtii hadda banaanka soo dhigtay cadaawada xoog gale ee muslimiinta loo qabo muslimiinta waxa la rabaa marka wax dambe u dhiman oo ay si yaani fiirsan male inay noqoto midani bilow lagu kala baxayo oo masjidul aqsa muslimiintu ay ku xoreyn doonaan ayagoo xor bisadku xor ahna ay noqon doonto insha Allah xaflada ugu weyn ee muslimiinta qarnigan ay isugu iman doonaan oo masjidul aqsa insha Allah lagu wada tukan doonaa aad u mahadsan